ادوات جديده للمكفوفين هتفيدك جدا. جايب لك النهارده شطرنج، وجايب لك النهارده اداه كمان تعد الفلوس. الموضوع ده من بروجكت ناترز، ده الجزء الثاني بتاعه. من غير كلام كتير يلا بينا. السلام عليكم يا شباب، الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، والنهارده انا جايب الفيديو الثاني لمشروع نايتروس او بروجكت ناترز. ايه هو المشروع؟ ببساطه وهم عباره عن زي جمعيه خيريه او شركه بيقدموا ادوات للمكفوفين ولكل الحالات الخاصه يعني عشان تفيدهم. الادوات دي بشكل مجاني، وكمان بيقدموا كورسات في كذا موضوع. احنا اتكلمنا عنهم في فيديو قبل كده وعرضنا كذا حاجه من الادوات اللي جبناهم، وفي حاجات انتوا طلبتوها وانا كلمتهم عليها، والنهارده هوضح لكم شويه تفاصيل. فتاكد انك تشوف الفيديو اللي فات، هتلاقي انا سايب لك الرابط في الوصف تحت الفيديو في اول تعليق عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه. ولو عجبكم طبعا الادوات دي هنجيب لكم اكتر. طيب قبل اي حاجه، دي الادوات اللي جات لنا المره اللي فاتت. منهم ايه ببساطه؟ خليني اطلع لك كده ونشوف. فعندك ده، وده عباره عن، خليك على ايدي فوق بس ما تنزلش، وده عباره عن درع كده تلبس الدرع ده لو انت بنوته او حاجه بتقطعي في المطبخ، فتقدري ان انت تقطعي على الدرع ده عشان ايدك ما تتبهدلش. فده اللي بعته لنا المره الاولانيه. عندنا من ضمن الحاجات اللي بعتوها لنا برضو، وهي الحاجات بتاعه الفلوس دي. هنا دي بتعلقها في الهدوم وعلى حسب الحرف، وينفع تحطها في الغسالة. طبعا احنا استعرضنا ده بالتفصيل، انا بس ايه بدي لك سرعه. والحاجه الثالثه كانت موجوده، وكانت هي كان جايب لنا ورقه كمان دليل الأداة بتاعة عد الفلوس دي. ففكرة الأداة دي ببساطة زي ما أنت شايف، بتحط هنا الفلوس وعلى حسب هنا بيقول لك الفلوس كام، يعني أنت بتحط الفلوس من هنا والفلوس وهي بتدخل الورق بيبقى مترقم بشكل معين. فدول الثلاث أدوات اللي وصلونا من مشروع نايتروس أو بروجكت ناترز في الفيديو اللي فات. طيب خلينا بقى نحط كل ده وتعالى نشوف دي. زي ما أنت شايف أنا جالي الطرد ده، شايف عامل إزاي؟ عملاق طبعًا زي ما أنت شايف. طيب انزل بالكاميرا على ايدي. بص بقى، تعال نطلع كل ده، موضوع كبير طبعا. انا نفسي اول لما شفت الطرد اتخضيت في الاول، لو ايه كل ده. تمام اهو، نرمي دي بقى. زي ما انت شايف الطرد فيه الاثنين دول. طبعا انا فتحت دي لان كانت جايه تغليفها عالي قوي بصراحه، يعني كانت مغلفه تغليف كبير. فتعالى نفتح. المره اللي فاتت انا كنت تعبتك في حاولت فتح الحاجات دي لانها بتيجي مغلفه جدا، بس المره دي انا فتحت الناس. ومعانا ايه بقى؟ اداه ثانيه لعد الفلوس زي ما انت شايف، هي دي اللي في ايدي دي. بس دي بتعمل ايه؟ بتحط عليها الفلوس في المحفظه بتاعتك او اي حاجه عشان تعد كذا. طيب خليني اجيب لك الاداه القديمه لعد الفلوس ونقارنها. اهي دي جنبي، واحده في ايدي اهي وواحده في ايدي اهي. تمام، دول الادتين جنب بعض، ودول بالنسبه لهم هو جنب وشي. فالاداه الجديده ببساطه اهي، بتحط هنا الجنيه او النص جنيه او الربع جنيه تقريبا، يعني بتحط هنا الفلوس الفضيه وهنا بتحط الفلوس المجمده وهي بتحسبها لك على بعضها. تمام، بس كده، هي دي كل الفكره وما فيها. زي ما انت شايف بصراحه شكلها شيك جدا. طب في حاجات تانية بس للأسف مش معايا دلوقتي في الفيديو، زي إيه؟ بتاع كده بيبقى عبارة عن مربع ومكتوب عليه البصمة بتاعتك، يعني أنا مثلا لو هبصم بكتب أحمد، ده الإمضة بتاعتي. سامي كده، أنا بكتب اسمي كده. فهو بيعملها لك بشكل مفرغ عشان تقدر إن أنت تمشي بالقلم جواها وتكتب على اللي أنت عايزه. ودي ناس كتير سألتني عليها طبعًا، فإن شاء الله تبقى في الفيديو الجاي، ربنا يسهل. انا على فكره غرضي ان انا ابعت لك كل حاجه او اجيب لك كل حاجه في فيديو واحد، لكن على حسب الحاجه اللي بتوصلني وعلى حسب الحاجه اللي هم بيخلصوها فبستعرضها لكم. طب نحط دي كمان جنب ونيجي هنا لدي. طب ايه بقى دي؟ زي ما انت شايف شطرنج. خلينا نحط دي هنا. خلاص، دي البورد بتاعت الشطرنج، ومن جواها من هنا هي عباره عن علبه مفرغه، بتلاقي جواها هنا شويه حاجات. اطلعي دي ودي، ودول القطع بتاعت الشطرنج. طب في ايه الفكره؟ في الاول دي البورد، البورد بتاعت الشطرنج اهي في ايدي. فهنا ده الابيض والاسود، ده الابيض والاسود. طب متحدده بايه؟ متحدده بان في واحده اعلى من واحده وواحده اعلى من واحده، تمام؟ وكلها فيها خرام من هنا، مخرمه. كل مربع فيه خرم. طب ايه بقى موضوع الخرم ده؟ هجي لك انا دلوقتي برضه. اصبر عليا. هنا
كيس من دول، فده فيه الابيض. الابيض هو بالمناسبه في اللعبه هنا هم بعتنهولي لونه احمر، فبصراحه حاجه كول جدا وكاستم ميد رهيبه، يعني انا عاجبني الفكره. طب تعالى نطلع كذا قطعه، تعالى نطلع الثلاثه دول، واحنا حظنا طلعوا اربعه. عندك هنا عسكري، وعندك هنا الملكه، وعسكري تاني. كنت عايز بس حاجات مختلفه، ماشي. طب يعني انا كان بس نفسي في شويه قطع مختلفه مش اكتر من ناحيه الشكل، وهي والله مش هتفرق، بس يلا طلع لي دول كمان اهو، ثلاث قطع اهم كمان. تمام. طيب احمد انا ما بعرفش العب، اصبر بس عليا لاخر، يعني اصبر شويه وانا هعلمك. خلاص. فهنا بتحط هنا البورد بتاعتك، فبتحط هنا الحاجات بتاعه الشطرنج، يعني مثلا خليني اهو، بتحط ايه كل حاجه منهم لها من تحت كده مسمار اهي، قرب الكاميرا عليها، مسمار اهو من تحت، المسمار ده بيشبك هنا، فانت بتحط كل القطع بتاعتك بالشكل ده. طبعا هي تنفع للمبصرين وللمكفوفين، هي معموله بشكل. طب نحط بس العسكري ده مكانه عشان بس ما يبقاش شكله سخيف كده تايه. استنى بس عشان ما اعرفش احط حاجه بايدي اليمين، بس نحاول عشان خاطركم اهو. عسكري كمان اخوه جنبه، اتفضل. فانت بتحط كل القطع بتاعت الشطرنج على مكانها الطبيعي زي ما انت شايف، وبتحرك القطعه عادي. يعني مثلا هديك مثال دلوقتي اهو، عايز مثلا احرك الطابيه او القلعه على حسب انتوا بتسموها في بلدكم ايه، خطوتين اهو. هي طبعا ما بتمشيش كده، بس انا عايز كده عشان اوريك اهو، طلعتها خطوتين والتاني يقدر يرجعها. مثلا خلينا نقول ان العسكري ده يطلع خطوه قدام، طيب مثلا اهو، فبتقدر انك تلعب والشخص بيحط اللي قدامه وهكذا. فانا شايف ان هي بجد حاجه جميله للناس اللي بتحب الشطرنج، يعني انا من الناس، انا مش بحب الشطرنج، انا بعشقه، فدي شايفها ان هي فكره حلوه. طيب سؤال بقى، احمد انا ما بعرفش العب شطرنج اعمل ايه؟ بص يا باشا، تعليم الشطرنج كتير وطويل ومعقد ومحتاج منك 18 دقيقه. بتكلم بجد؟ اه 18 دقيقة. ازاي بقى 18 دقيقة؟ بص في الوصف تحت الفيديو هتلاقيني سايب لك فيديو كنت بشرح فيه لعبة الشطرنج. اللعبة نفسها، فشرحت لك ازاي تلعب شطرنج بسرعة جدا. ففي نص الفيديو الأولاني شرحت لك فيه أصلا الشطرنج والحركات إيه والبورد إيه والقطع كلها إيه وكل واحدة بتتحرك إزاي، وفي الجزء الثاني حاجات تخليك محترف في اللعبة. في أحسن من كده؟ ما أعتقدش إن في، صح؟ فمسهل لك الدنيا خالص أنا. غير كده كمان استعرضتها مره في البلاي روم قبل كده، ومره في لينكس، لان يعني في لعبه على لينكس شطرنج جميله جدا بتشتغل مع اوركا، وبجد من الحاجات الايه العظمه اللي انت ممكن تلعبها. فببساطه تقدر انك تلعب الشطرنج، مش هياخد منك وقت. يعني عايز تلعبها بالاجهزه دي تقدر، عايز تلعبها بنفسك تقدر، على الكمبيوتر تقدر، ويندوز تقدر، اندرويد تقدر، ايفون، يعني انا مش هقول لك، انت براحتك. خلاص. فدي كانت كل حاجه. رابط بروجكت نايترز موجود في الوصف تحت الفيديو او في اول تعليق كمان، هو مش رابط قد ما هو رقم انت بتكلمهم على الواتساب، تقول لهم ان انت جاي من قناه احمد سامي عن طريق الفيديو ده، ممكن تبعت لهم الرابط مش هتفرق، وهيعملوا معاك اجتماع على زوم، وبعدين بيشوفوا ايه اللي انت محتاجه ويقدمه لك. طب الحاجات اللي هنا زي ما قلت لك بتاعه الميه، بتبقى بتاعه كده بتتحط في الكوبايه، وانت بتصب الشاي لما يوصل لحرف الكوبايه بيتزمر عشان تعرفك. ففي ادوات كتير طبعا، فقولوا لي لو عجبكم فكره الادوات دي، لان انا برضو في كذا حد بيبعت لي ادوات للمكوفين عشان اقدر اوريها لكم في الفيديوهات. فلو انتم متحمسين للموضوع ده نكمل ونجيب فيديو ونجيب ادوات اكتر باذن الله. في حاجات تخص الرسم من المكوفين كمان لسه هتجيلي يعني، بس طبعا انا باخد بالي ان لما يكون في اي شيء يا اما يكون مجاني او يا اما يكون رخيص خالص عشان كل الناس تقدر تشتري. بس من غير ما اطول عليك، لو عجبك الفيديو شوف الفيديو الاول اللي انا كلمت عن بروجكت نايترز، شوف الفيديو بتاع لعبه الشطرنج، دوس لايك للفيديو، دوس سبسكرايب للقناة، شارك الفيديو مع الناس كلها عشان يفيدهم، عشان على حسب تفاعلك انا بعرف انت بتحب الفيديو ده ولا لا، وبقدم من نفس النوع او اغير وبس. ولو عندك اي سؤال او اقتراحات في التعليقات. كان معكم احمد سامي، السلام عليكم.